اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين دي الحلقة التسعتاشر من موضوع سر المعمودية المقدس أو الحلقة الثانية من موضوع تحليل المرأة هنكمل كلامنا عن هذا الموضوع تحليل المرأة اللي بدأناه في الحلقة السابقة إحنا اتكلمنا في الحلقة السابقة أن تقليد كنيسة الإسكندرية في العشرة قرون في العشرة قرون الأولى يعني في الألف سنة الأولى للميلاد كان بيقول أن فيض الإحتلام أو دم الحيض سواء للرجل أو للمرأة لا, لا يعتبر نجاسة ولكنه فطر يمنع من التناول فقط ولا يمنع من حضور الكنيسه او من الصلاه عموما وأوردت بعض اقوال اباء الكنيسه في القرون الثالث والرابع والخامس والعاشر اللي بتؤكد هذا الكلام الحلقه اللي فاتت كان فيها كلام عن فيض الاحتلام او دم الحيض او فطره الحيض عند المراه في الحقيقه انه بخصوص تطهر المراه بعد ولاده الاطفال وهي حاله لا تختلف عما سبق ذكره من كتابات الاباء بخصوص مضاجعه الزوجه لايجاد النسل لانه ما فيش فرق بين حاله امرأة تحبل بزرع بشر أو امرأة تلد فنقرأ للعلامة أوريجانوس من القرن الثالث رأيا مستقلا به هو شخصيا في ذلك الأمر لما كان بيفسر الإصحاح الاثناشر من سفر اللاويين كان الآيات الأربعة الأولى من هذا الإصحاح بتقول: «كلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختتن لحم غرلته، أو يختن لحم غرلته، ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها كل شيء مقدس لا تمس وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها فالعلامة أوريجانوس بيفسر هذه الآيات بيقول دعنا نتساءل عما يكون السبب في أن امرأة وهي تؤدي خدمة في هذا العالم لأولئك الذين يولدون يقال عنها أنها تصبح نجسة ليس فقط عندما تحبل بزرع بشر بل أيضا عندما تلد ومن أجل هذا فإنها تطالب بأن تقدم صغار الحمام أو اليمام ذبيحة خطيئة عند باب خيمة الاجتماع لتطهيرها لكي يكفر عنها الكاهن لأن هكذا مكتوب إن الكاهن يكفر عنها فتطهر وبيكمل العلامة اوريجانوس بيقول أما من جهتي فلست أجرؤ أن أقول شيئًا بخصوص هذه الأمور، إلا أنني أظن أن هناك أسرارًا مخفية تحتويها هذه الأمور، وهناك سر عميق في كون المرأة التي تحبل بزرع بشر وتلد تدعى نجسة، تمامًا مثل من يقترف إثمًا يطالب بتقديم ذبيحة خطيئة عن الخطيئة لكي يتطهر، ولكن الكتاب المقدس يعلن أيضًا أن الإنسان نفسه الذي يولد سواء كان ذكرًا أو أنثى ليس طاهرًا من دنس ولو كانت حياته يومًا واحدًا، ده ورد النص ده في سفر أيوب إصحاح 14 آية أربعة وخمسة بحسب السبعينية وده اللي احنا أيضا بنقرأه أو بنصلي في أشية الراقدين ليس طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض فبيكمل علامه اوريجانوس بيقول وانه يليق بكم ان تعرفوا ان هناك شيئا عظيما في هذا الامر وانه لم ياتي على فكر اي من القديسين ان يحتفل بيوم ميلاده ولا احد منهم فرح بيوم ميلاد ابنه او ابنته عشان كده في القرون المسيحية المبكرة جدا ما كانش حد بيحتفل بأعياد ميلاد ولا حتى عيد ميلاد المسيح نفسه لأن كان يوم الغطاس اللي هو يوم معمودية المسيح كان هو اليوم اللي بيحتفل فيه بكل الأعياد الخاصة بظهورات الرب في الجسد الغطاس والميلاد وزيارة المجوس إلى آخره. واضح من النص اللي فات اللي قاله العلامة أوريجانوس إن هو لم يستطع في عظته الثامنة لشرح سفر اللاويين صح 12 إنه يفسر لماذا تكون المرأة نجسة سبعة أيام بعد ولادة الذكر وأسبوعين إذا ولدت أنثى، وهنا بيتضح أن للعلامة أوريجانوس رأيه الخاص، والحقيقة هذا الرأي الخاص يختلف عن السياق العام لفكر آباء كنيسة الإسكندرية في هذا الأمر. ولكن الملفت للنظر هو أن فكر العلامة أوريجانوس السابق ذكره يؤيده طقس تحليل المرأة الوالدة وهو الطقس الذي يمارس في الكنيسة حتى اليوم. ده اللي فات ده كله هو تقليد قبطي حفظته كنيسه الاسكندريه باستثناء راي العلامه اوريجانوس اما التقليد السرياني القديم وهنا ده اللي عامل لخبطه عند الناس عند كثير من الناس عند معظم الناس ان الناس مش قادره تفرق بين التقليد القبطي والتقليد السرياني هو ده العمل اللي اللخبطة في هذا الأمر التقليد السرياني القديم اللي هو يعني كنيسة أنطاكيا يوافق التقليد القبطي القديم باستثناء واحد هو السماح بالتناول من الأسرار المقدسة في فترة التطهر الطبيعي للمرأة. هو ده اللي شرحته الدسقولية العربية. كتاب الدسقولية هي الترجمة العربية. الدسقولية العربية هي الترجمة العربية لكتب المراسيم الرسولية المدونة اصلا باللغة اليونانية والتي تعود إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، العمل اللي عامل اللخبطة ايه؟ إن احنا متعودين دايما نقول الدسقولية بتقول، الدسقولية بتقول، الدسقولية بتقول، فانصرف ذهن الناس إلى أن اللي الدسقولية تقوله يصبح ساريا على جميع الكنائس في حين ان الدسقوليه هي تقليد سرياني وليس قبطي يعني ليس كل ما تقول الدسقوليه يصبح نافذا في الكنيسه القبطيه هي ديت النقطه الضائعه من الموضوع ان كتاب الدسقوليه بيشرح التقليد السرياني وليس القبطي دي النقطة الضايعة من الموضوع واللي مخليه فيه لخبطة في هذا الأمر. الدسكولية العربية ذات التقليد السرياني بتقول إيه؟ في هذا الموضوع يعني: إن الزواج مكرم ومرغوب، وولادة الأولاد طاهرة، وليس شيء من الشر فيما هو خير. ولا أيضا الطهر الطبيعي بمرذول قدام الله الذي دبره لأن يكون للمرأة في خلال ثلاثين يوما لأجل منفعة وعافية لأنهن حينئذ يكن بالأكثر غير متحركات وجالسات في البيت كل حين فإن كنت أيتها المرأة المقيمة في الدم سبعة أيام، تفتكرين أنك صرت مقفرة من الروح القدس لهذا السبب، ولكن الروح ساكن فيك بغير افتراق؛ لأنه ليس بمحصور في مكان واحد؛ فيجب عليك أن تصلي كل حين وتنالي من الشكر اللي هو سر الإفخارستية يعني تتناولي جسد المسيح ودمه الكريمين وتغتنمي حلول الروح القدس عليك لأنه بهذه الأعمال لا يكون المؤمنون مع المخالفين وهي الأعمال ديت يعني لا تقدر أن تنجس طبيعة الرجل أعني الزواج كالناموس ولا حمل الأولاد أو الدم القاطر أو فيض الحلم ولا تقدر أن تفرق من الروح القدس فواضح هنا بحسب التقليد السرياني إن التطهر الطبيعي للمرأة الحائض أو الوالدة لا يعيقها عن الصلاة وقراءه الكتاب المقدس وحضور الكنيسه والتناول ايضا من الاسرار المقدسه وان بقاءها في البيت لمده ثلاثين يوما بعد ولادتها لطفلها بحسب التقليد السرياني ليس بسبب نجاسه لحقت بها بل لاجل منفعه وعافيه لها يبقى التقليد السرياني بيشذ او بيختلف عن التقليد القبطي في امر واحد انه بيسمح للمراه في هذه الفتره ان تتناول القربان المقدس العمل هذا الارتباك ان احنا كتير قوي في امور حياتنا في فيما مضى نقول الدسقوليه قالت الدسقوليه قالت طب ما الدسقوليه قالت كده برضو لكن جينا عند هذه الجزئيه ومنقدرش نقول الدسقوليه بتقول ان الدسقوليه اذا تعارض ما فيها عن التقليد القبطي فيلزم ان ننتمي الى التقليد القبطي الخاص بنا الدسقوليه كتاب مهم جدا يشرح الكنيسه نظامها حياتها ترتيبها مهم جدا انما ان ورد في الدسقوليه ما يتعارض مع التقليد القبطي يظل التقليد القبطي هو الأبدى لأننا ننتمي إلى الكنيسة القبطية دي أول نقطة خلصناها احنا قلنا هنتكلم في ثلاث نقاط دي أول نقطة خلصناها اللي كنا بنتكلم فيها عن موقف الكنيسة من الإفرازات الطبيعية وفطرة تطهر المرأة الحائض أو الوالدة وتكلمنا عن التقليد القبطي واختلافه عن التقليد السرياني في هذا الأمر البند الثاني اللي هنتكلم عنه هو اختلاف فطرة تطهر المرأة عند ولادتها ذكرا أو أنثى. اختلفت فترة تطهر المرأة الوالدة من عصر إلى عصر، ومن ديانة إلى أخرى، ومن شعب إلى شعب آخر. ففي مصر الفرعونية مثلا، في بردية اسمها بردية وستكر، البردية دي محفوظ فيها نصوص الادب المصري القديم وبتحتوي على خمس قصص حول الاعاجيب اللي بيعملها الكهنه والصحره واللي بيرويها احد ابناء الفرعون خوفو في مجلسه واستخدم المؤرخون هذه البرديه كمصدر ادبي للتاريخ للأسرة الرابعة وقد تم فك تلاصمها في سنة 1890 ميلادية وهي معروضة الآن في متحف برلين المصري تحت إضاءة خافتة دي بردية مشهورة أوي اسمها بردية وستكر فمن بردية وستكر نعرف أن المرأة المصرية القديمة كانت تتطهر بعد 14 يوم بعد الولادة والقانون الهندي بيعتبر الأم التي تلد غير طاهرة لمدة أربعين يوما ويأمر الأب أن يستحم بالماء بمجرد أن تلد زوجته ويمنع كل العائله لفتره من الوقت من ممارسه اي طقوس دينيه حيث يلزمون انفسهم بتامل داخلي باطني في معبودهم الذي يعبدونه في العائله البراهمانيه البراهمانيه دي ديانه هنديه تدعو الى التناسخ ليتخلص المرء من القيود التي تربطه بالدنيا وذهب مؤرخ الفرق الإسلامية إلى أنها تنكر النبوات والبعث وتحرم أكل لحوم الحيوان في العائلة البرهمانية فإن هذا القانون يمتد ليشمل الأسرة حتى الدرجة الرابعة من القرابة، ولمدة عشرة أيام، وفي نهايتها يستحمون كلهم بالماء. في الإمبراطورية الفارسية، وطبقًا للقانون الفارسي، فإن الأم وطفلها يستحمان بالماء، وتعيش الأم في عزلة لمدة أربعين يوم، تجوز بعدها بعض الطقوس التطهيرية، والعرب بيعتبرون ان الأم غير طاهرة لمدة أربعين يوم من بعد ولادتها لطفلها، أما اليونانيون القدامة أو القدامة فلا يجيزون أن تكون الولادة أو الموت في أماكن مكرسة، وكل من الأم وطفلها يجب أن يستحم بالماء ولا يسمح للأم أن تقترب إلى المذبح لمدة أربعين يوما ولدى الرومانيين أيضا ما يسمى يوم التطهير للمرأة الوالدة حيث تجوز هي وطفلها بعض الطقوس التطهيريه عندما يمنحون للمولود الجديد اسمه وذلك في اليوم الثامن للولادة إن كان المولود بنتا وفي اليوم التاسع إن كان ولدا في هذا اليوم بتقدم بعض أنواع التقدمات أي الذبائح ولدى اليونانيين أيضا مثل هذه الطقوس التطهيريه التي تتم للطفل عندما يعطى اسم الجديد ربما بين اليوم السابع والعاشر لولادته إذا هو شعور غريزي تجاه بعض الأمور المتصلة بالولادة كما في بعض الأمراض أيضا كونها أمورا نجسة أو دنسة وإزاء ذلك فقد وجدت بعض الطقوس التطهيريه التي تستعيد الشعور بالتطهر ومن الملاحظ انه في الخمسه قرون الاولى للمسيحيه لا توجد اشاره واحده الى فطره تطهير للمراه فلا ذكر لها في كتاب التقليد الرسولي اللي هو كتاب الترتيب الكنسي المصري كما تخلو من ذكرها مجموعات القوانين المنسوبة للرسل ويخلو منها أيضا قوانين المجامع المسكونية وعظات القديس كيرلس الأورشليمي في القرن الرابع كأوضح وصف لمراسيم المعمودية في الكنيسة الأولى كما أن كتاب العهد الجديد يخلو هو الآخر من اي اشاره الى ذلك الا ان كتاب العهد الجديد حين يشير الى تقليد العهد القديم بيتضح لنا ان النجاسه التي تتصل بالطفل كانت تلحق بالام الوالده ايضا فنقرا في بشاره القديس لوقا البشير اصحاح 2 ايه 22 ولما تمت أيام تطهيرهما حسب شريعة موسى، كلمة تطهيرهما هنا تعني الأم الوالدة وطفلها أيضًا، ويفسر لنا القديس كيرلس الكبير لماذا يظل الطفل الذكر غير طاهر طيلة الأسبوع الأول من ولادته، فبيقول إن الطفل نفسه يكون غير طاهر حتى اليوم الثامن من ولادته، إذ لا توجد عليه أي علامة عهد. ولكن مع ذلك يتعذر علينا أن نفسر لماذا تظل الأم التي تلد أنثى في دم تطهيرها فترة من الوقت ضعف فترة تطهيرها عندما تلد ذكرًا. وما هو دخل هذا الأمر في وجود مراسيم دينية لتطهير الطفل الذكر في اليوم الثامن لولادته أي ختانته، في حين لا وجود لهذه المراسيم الدينية في حالة ولادة الأنثى. دي أسئلة مطروحة يصعب الإجابة عليها ولكن في الحلقة القادمة هنحاول أن نستوضح الأمر بأكثر تفصيل عشان نقدر نعرف موقف الكنيسة ايه في هذا الموضوع، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.